لما بدأت أول تمرين مع الفريق الأول إزاي تعاملت مع هيدي كوتي؟ هيدي كوتي ما كانش يعرفني، كان بيركضني على طول احتياطي. فؤاد شعبان الله يرحمه كان يقول له خلي الشطة ده هنا لحد ما تشوف اللعيبة اللي جاية دي. تعالي مصطفى احكي لك بقى كان فين في وسط الملعب. أقول لك أسماء: عبد العزيز حسن طبعا، عبد العزيز عبد الشافي، محسن صالح، صفا عبد الحليم، طاهر الشيخ لملعب العظيم، عبد العظيم، خلي بالك، سمير حسن، سمير حسن، سبعة انفار انا يعني اكثر، وانور سلامه، وانور سلامه نسيت انا لا لا في لا ده كان في لعيبه كتير جدا. لا ولا في تاني، في حد تاني برضو تقريبا، مشير عثمان، ومشير عثمان. ادي الصوره هي منعم اساسي، انت معانا هنا اهو، دي مجموعتنا كلها الحمد لله. انت قوتك في شعرك يا منعم لحد دلوقتي. فالمجموعه دي اخش فين انا؟ يعني هي يعني كان موقف صعب جدا. ايه اللي دار في ذهنك ساعتها؟ ان انا مش هقدر اكمل، مش قادر تكمل. بس قلت بقى ايه؟ تحدي بيني وبين نفسي، انا لو انا جاي انا عشان بقى الناس تشوفني امشي، قلت والله العظيم لازبط للناس دي ان انا مين. فكان يا مصطفى ده دافع قوي جدا ليا ان انا اعمل قد ما اقدر بس، والباقي على الله. لا انا بصراحه بامانه ربنا، يمكن انا واحد من الناس اللي كنت بشوف شطه وهو بيتمرن، انا كنت بغير وبخش معاك في التمرين عشان شايف انت عاوز تعمل حاجه. مصطفى انا كنت بجري في 15 كيلو في سنه 74، 15 كيلو ما شاء دلوقتي الله. دلوقتي اكتر لعيب بيجري في الملعب ما يجريش 15 كيلو. مين ده اكتر لعيب لو وصل 8 كيلو يبقى كويس؟ انا وقتها كنت بجري، دي كنت كان بيقول لي نظم إيه لياقتك عشان الجري الكتير ده هيتعبك، وانت ممكن تكون بتجري من غير ما تقطع كوره. احنا كنا بتعمل الكروس كانتري اللي هو في التراك بتاع الخيل بتاع الجزيره. بتاع الجزيره بتعمله في قد ايه؟ 4 دقائق. المفروض يتعمل في قد ايه؟ 6 دقائق. انت عشان كده تبوظت لنا عضلاتنا كلنا. بس انت وفتحي مبروك صراحه، كنت وانا وفتحي وحمدي جمعه واحمد ماهر. احمد ماهر والباقي كان قبلينا ب7 كيلو او 8 كيلو. محسن صالح وطاهر الشيخ. لا 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 الخطيب. لا الخطيب ما كانش موجود. خطيب الحاجات دي ما كانش موجود. خطيب جنبي جاخر واحد برضه بس. ايه يعني الحته دي بتاعت الجري دي افادتني ليه؟ لانه كنت كان الواحد في نص الملعب يعمل له الحاجات دي ويجهزه ويعمل له الماركينج والمراقبه والحاجات دي. طيب كان بيفكر يعني كان سابق انه هل انا اللي هادي الدور ده ولا حد تاني. فطبعا الحقيقه يعني انا بعتقد انه لولا هيدوكوتي يا كابتن مصطفى لا يمكن انا كنت العب كره في النادي الاهلي. لا هو هيدوكوتي اللي هو اللي عمل الكره في النادي الاهلي، هو اللي خلق تيم وقدر يوظفه وقدر يعني في ناس كتير قوي لعبت لولا هيدوكوتي ده ما كان ممكن. انا واحد من الناس بصراحه، انا واحد من الناس اللي هيدوكوتي خلق فيك مكان في الحته دي، وظفني صح في الملعب. يعني انا كنت بلعب احيانا راس حربه او الجنب الشمال ليفت، قال لي لا انت هتلعب هنا. كان قبليه بس الله يرحمه لازم اقول كده كمان الكابتن احمد مكاوي، قال لي انت هتبقى وينج رايت مصر سنوات طويله قوي. ما كنتش مقتنع. فلما جه الخطيب وسع يا جدع للعمده، دخل خطيب لعب، انا اضطرينا نلعب ناحيه الرايت. كنت صباح غريبه جدا انك انت كنت شمال برغم انك تلعب انت برجليك الاثنين. لكن الحقيقه الحته دي ما فيش حد يعني اقدر اقول لحد دلوقتي يقدر يقول مثلا من المكان ده افضل من مصطفى عبده، مش عشان انا معاك ده فضل من ربنا والله الحمد لله. طبعا كان معاك محسن لوزه. محسن لوزه ده محسن لوزه بنتحالي عشان يجي يا عم يطلع معانا حلقه. لا ان شاء الله هيجي، هو ما يعرف ان ده برنامج توثيقي للنادي الاهلي. وهيحكي قصه. لا محسن ان شاء الله هيجي. ده نص في الملعب. بس طبعا هو الكروسات بتاعتك يا مصطفى كان يعني انت بتعملها من اي مكان، بعد النص ليها ستايل، الثلث الاخير لها ستايل، عند الخط ليها ستايل، الحاجات دي كلها احنا دلوقتي بنعلمها للاعبين ازاي ترفع الكرات المختلفه دي من اطراف الملعب بشكل معين بحيث انك انت تخلي المهاجمين كل الكره دي جايه في وشه. ودي حاجات تحدي في التعليم. احنا كنا بنلعب، انت مين كنت بتستريح له في الملعب معاك؟ صفوت الله يرحمه. الله يرحمه يا حسين. الله يرحمه. ومين الباك اللي كنت بتلعب ناحيته ومستريح؟ احمد عباقي على اليمين، يمين او شمال؟ فتحي مبروك على الشمال، احمد عباقي على اليمين. فتحي مبروك. ما فيش غير انا هو بطلنا. ادي صوره نص الملعب اهو، جمال عبد العظيم محسن لوزه، وادي شطه، وادي كابتن صفوت، وادي صفوت. انت شكلك اتغير شويه يا منعم. شنبه بس كبير شويه ده هنا. ما كانش في شنبه. لا يا طب ما شنبه. لا ما كانش في شنبه. انا محسن صالح شنبنا موجود من يومها يا كابتن مصطفى. كان ناسي ولا ايه؟ محسن صالح كان يقعد كده عاوز يكر الشنب.